السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وكاملين بكم على خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم عملت لكم واحد الفيديو اللي هو مزيون وخفيف، فيه الطريقه ديال التنبات ديال هاد الجليليبه اللي هي خفيفه وظريفه، وفي نفس الوقت غنشرح لكم بعض الحاجات اللي ممكن تستفدوا فيها في حياتكم. غنقول لكم الطريقه اللي تقدروا تنجحوا بها في حياتكم، والطريقه كيفاش تشوفوا الرزق ديالكم، والطريقة اللي ممكن تفكر فيها وتستفد منها واخا بأي حاجة بسيطة. الفرق بين الناس اللي ممكن ينجحوا في حياتهم وبالنسبة للناس اللي ممكن يخسروا في الحياة ديالهم، الفرق اللي كاين هو التفكير. أول حاجة، بزاف ديال الناس ما كيفكروش أو لما عندهمش فكرة على أي حاجة غيعملوها في حياتهم، فقط عندهم تعلق بأي واحد كيعطيهم الخدمة أو لا كيعطيهم الشغل، وما كيعرفوش باللي داك الانسان اللي كيعطيهم الشغل او اللي كيعطيهم الخدمه راه هذاك فقط وسيله، اما هو الرزق الحقيقي او المصدر الحقيقي للي كيعطيك الخدمه او اللي كيعطيك الرزق هو الله. ياك اذا دابا اليوم غنعملوا هذا الفيديو هذا باش نشرح لكم بزاف ديال الحاجات، حيتاش كنعرف بزاف ديال النباتات والطرازات وموالين الرنده وبزاف ديال الناس اللي كيخدموا كيعلقوا الرزق ديالهم فقط في يد شخص واحد، واخا كيكون ما كيخلصهم شي او لما كيعطيهم شي، لكن هما صافي كيشوفوا غير داك الانسان فقط، ما كيشوفوش شي مطاع اخر كيجيب لهم. الله راه اذا استغناو على داك الانسان راه الرزق ديالهم كيتقطع، لكن المشكله راه ماشي في داك الانسان، راه المشكله كاينه فيهم هما. علاش؟ حيتاش هما اللي عملوا واحد التعلق اللي هو كبير في داك الانسان اللي هو مجرد سبب. المثل الاول اللي هو مثلا كتجبر واحد السيده اللي هي كتكون كتخدم الرنده او لا كتنبت او لا كتعمل جميع الموديلات، لكن هاد الانسانه كتجبرها خدامه عند شي وحده وكتربط بها حياتها، حيت داك الانسانه كتعطيها الخدمه واخا تكون ما كتخلصهاش وكتدي لها العرق ديالها وكتزيرها بزاف من ناحيه ديال الفلوس، لكن هي كتشوفها غير هي بوحديتها، ما كتشوفش شي انسان اخر، واخا هو الرزاق هو الله، وكتبقى تكبر وتعظم في داك الانسان اللي هو كيجي لها منه واحد الرزيق اللي هو شويه صغير، وكتبدا ترجع عندها واحد الطاقه ديال التعلق بداك الانسان، وما يمكنش انها تشوف باللي راه هي اذا مشات وفتحت محل راه هي تقدر تكون احسن تم داك الانسان اللي هي خدامه عنده وما كتشوف منه حتى شي حاجه. اذا في هذه الحاله شنو خصك تعمل؟ في هذه الحاله خصك ترجع شويه اللور وتفكر وتفتح عينك مزيان وتقول واش انا ما نقدرش نخدم بوحدي؟ واش انا ما نقدرش نخدم فشي موطع اخر؟ واش انا خصني نبقى دائما لاصقه في هذه الانسانه؟ اذا مشات هذه الانسانه هذه غنبقى بلا شي. ونزيد لكم واحد الحاجه، كاينين بعض الناس اللي كيبقاو يشوفوا وحدين اخرين بانهم هما السبب الحقيقي للرزق، راه اذا مشالو من داك الانسان صافي حياتهم كتوقف، واخا يكونوا معذبين واخا يكونوا كيف ما كانوا عندك لا في الخدمه ولا حتى في الزواج. مثلا كتجبر شي سيده مزوجه وراجل ديالها ماشي مزيان معاها وكيتعدى عليها وقبيح معاها ويقدر حتى يضربها ويدي لها الرزق ديالها وكل شيء، لكن هي حيت كتخاف تسمح فيه وما تجبرش شي حاجه اخرى احسن، كتبقى حياتها كامله هي متعلقه به، واخا يتعامل معها ماشي مزيان كيف ما تعامل، لكن حيت هي عينه كيكونوا مغمضين. علاش؟ حيت عظماتو وكبراتو فوق القياس، يعني كتحس به بانه هو يعني اذا ما عطاها شي هو يتاكل صافي راه غتموت بالجوع بالمره. هادشي كامل كيرجع حيت نتوما ما كتكونوش كتشوفوا السبب الحقيقي بالرزق اللي هو الله، اللي اي واحد كيف ما كان يكون عايش في العذاب عايش ماشي مرتاح في الخدمه ديالو او لشي حاجه، خصو ضروري يفكر مزيان كيفاش يخرج من داك الشيء ويحسن حياته في اي حاجه باش الواحد يقدر يعيش مرتاح. وضروري تتعلموا بزاف ديال المهارات
باش تقدر تستغني على اي واحد اللي كيكون مخسر لك حياتك عفوا وماشي مزيان. الناس اللي كينجحوا في حياتهم هما الناس اللي كيعرفوا كيفاش يكونوا لاباس عليهم، او لا كيفاش يوصلوا لذاك مثلا الخدمة، او لا كيفاش يوصلوا انهم يفتحوا محل، او لا كيفاش يوصلوا يعملوا شي حاجة. ماشي اللي غير كيتمنى وصافي، انتينا كتمنى لكن انتينا في موضعك حيتاش ما تقدر تعمل حتى شي حاجة. ونزيدكم واحد الحاجة اخرى، كاينين بعض الناس مثلا مشاو يفتشوا الخدمة، خدموا عند شي وحدة ولا عند شي واحد هكذا، ومي كتبدا تخدم عند داك الانسان، داك الانسان كيوري لك بعض الحاجات هيدا، بعض الصنعة ولا بعض الطريقة ديال كيفاش تخدم، كيفاش تعرف. صافي داك الانسان شنو كيجبر الله؟ كيجبر الله راه صافي هو ما يعرف يعمل والو، راه هو غير مسير من طرف داك الانسان هذاك. علاش؟ حيتاش ما كيخدمش عقله، كيبقى مخه دايما واقف وصافي كيعمل اللي كتقلو، اما هو ما يخدمش عقله يقدر يعمل شي حاجه اللي هي مزيوره، كيبغي يبقى غير محدود. مثلا كتنبت كتبقى غير نباته، ما تقدرش تفكر تعمل محل. علاش؟ حيتاش كتقول راسك انك انتينا لا ما يمكنش توصل لشي حاجه، انتينا فين هتمشي تعمل بحال اللي راه داخله لشي غابه. مثلا انتينا كتخدم في الميناج، كتعمل الشغل هيدا في ديور عند الناس ولا شي حاجه، لا ما يمكنش انتينا تجمع وتعمل المحل ديالك وهذا، لا خصك تبقى حياتك كامله خدامه في الميناج. علاش؟ حيت انتينا ما عندكش داك القدره ولا داك التفكير على انك تخيل راسك بلي راه انتينا راه في المستقبل راه ترجع شي حاجه. وتبارك الله على بزاف ديال النساء اللي ما شاء الله عليهم، كنحييهم من هنايا، كتجبرهم والله العظيم. واحد السيده بعدا كانت عاودت لي، تخيلوا مطلقه باربعه ديال العيال وتبارك الله خدمت من والو، وحتى انها وصلت لشي حاجه اللي هي كبيره، هي اللي بدات كتعاون الناس. تخيلوا باش تطلق باربعه ديال العيال وتكون تينا راجل وامراه وتكون مقيده، راه هادي خصنا نعملوا لها تحيه كبيره 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 بزاف. اما بزاف ديال الناس شنو كيعملوا؟ كيمشيو يشبروا شي بويت، كتبدا تخدم هيدا مره مره هيدا في الميناج عند الناس، واغلبيه كتبدا تمد يدك للناس يعطيوك وصافي، والله يجعل شي بركه. حتى يجي واحد الوقت اللي صافي تطيح في الركنه، يبداو هيدا الناس يعطيوك، اللي يعطيك التغدا، اللي يعطيك الفطور، والله يجعل شي بركه. يعني الواحد ما كيبغيش يخدم على راسه بالمره. نقول لكم واحد المثال اللي هي مثلا انتينا عندك دار مزيونه ومفرشه ومرتاحه فيها، هذا المثال هذا كنعني لك به الخدمه ديالك اللي انتينا فيه دابا حاليا. عندك مثلا خديمه ولا عندك دويره مزيونه ومفرشه وانتينا مرتاحه فيها، خدامه عند شي واحد، هذا هو المعنى. اذا جا عندك شي واحد وقال لك شوف رانتينا غتخرج من داك الدار اللي هي مزيونه وسخيخنا ومفرشه مزيونه على ذوقك، وغتخرج للزنقه وغطيح عليك الشتا وغيطيح عليك الثلج وغتتعذب شويش في حياتك، عاد تقدر توصل للفيلا وتكون كونو عندك الفلوس وتكون مرتاحه اكثر واكثر. لكن في الاول ضروري ما تخرج من داك الدويره ديالك اللي مرتاحه فيها وتتعذب عاد تقدر توصل للفيلا. كاينين بعض الناس اللي اختاروا انهم يجلسوا غير في داك الدويره ديالو صافي، ما يعملوا حتى حاجه. كاينين الناس ما عندهم شي اهداف في حياتهم، يعني خصهم يبقاو غير خدامين عند شي واحد اخر، ما يعملوش شي حاجه ديالو. وكاينين بعض الناس اللي يفضلوا انهم يخرجوا من داك الدار ويتعذبوا وطيح عليهم الشا ويطيح عليهم الثلج، عاد يقدروا يوصلوا للفيلا ويقدروا يوصلوا لواحد المطاع اللي هو مريح اكثر واكثر. الفرق اللي ما بين هاد جوج الناس هو واحد الناس طموح وواحد الانسان ماشي طموح، هذا هو الفرق. الفرق بين الناس اللي طموحين يقدروا يخرجوا ويتعذبوا ويقدروا يوصلوا لشي حاجه. يعني انتينا خدامه في شي شركه تقدر تجمع الشيتو ديال الفلوس، تفكر وتخرج من داك الموطع وتمشي
تعمل شي حاجة اللي هي ديالك اللي غتكون فيها مرتاحة أكثر وأكثر، لكن ضروري ما غتعذب. أولا خدامة عند شي وحدة غتشبر غتخمم مزيان وغتخبع الشيتو ديال الفلوس وغتقدر تعمل شي حاجة اللي هي ديالك. وهاد الشي هذا راه ماشي كنجيبو لكم يعني غير من الخيال، راه هاد الشي حقيقة. راه بحال اللي قلت لكم انا بيدي كنت كنبت في الاول، تعلمت الطرز وكنت كنبت وانا بيدي، ما كنتش كنعرف وما كنتش كنعرف نخدم، كنتش كنعرف نطرز، كنت كنعمل الاغلاط بزاف، كنت ما كنعرفش نسق الالوان، كنت ما كنعرفش بزاف ديال الحاجات، لكن بقيت بشويش بشويش حتى قدرت نتمكن. ومن تمكنت شفت راسي انني علاش انا بيدي ما نعملش شي حاجه في حياتي ونفتح محل انا ونعمل شي حاجه ديالي. بهذه الطريقه حيت اشتقت في راسي قدرت انني نفتح محل وقدرت انني نفتح قناه في اليوتيوب وانني نعلمكم التنبات والتنسيق الالوان ونعطيكم نصائح، رغم انني انا في الاول ما كنت كنعرف حتى شي حاجه. وهذا الشيء هذا اللي كنقول لكم راه قليل فين جبروا شي واحد يقول لكم، وخصوصا انني انا بيدي خياطه وانا بيدي كندفع الرنده وكندفع التلبات كندفع الطرز، يعني الناس اللي كيخدموا معايا. لكن انا ما انا الحاجه اللي كنبغيها لراسي نبغيها لواحد اخر، ما نبغيش الواحد يبقى في موطعو، نبغي شي وحده تقدر انها تعمل شي حاجه اللي هي ديالها، يا كانت خدامه معايا يا كانت خدامه مع اي واحد. دائما فكروا في راسكم قبل ما يفوت الفوت. شنو هو يفوت الفوت؟ هو انك يجي واحد الوقت اللي يقدروا عينك يمشيو لك ما تبقاش تشوف مزيان، حيت هاد الخدمه اللي كنخدموها راه صعيبه، اولا الطبيب يقول لك شوف وقف الابره والخيط، ما تشبرهمش ابدا، ما تخدمش مره صافي. دابا انا كنهضركم في المجال اللي انا فيه، لكن كاينين الناس اللي هنايا معايا خدامين في مجالات اخرين ولا خدامين في شي حاجات اخرين اللي يقدروا يستافدوا غير من الطريقه ديال الهضره ديالي. اذا قبل ما يجي واحد الوقت اللي انت تمشي لك فيه الصحه ويمشي لك فيه تمشي لك فيه عفوا القوه وما تقدرش تعمل شي حاجه بيدك، اذا فكر لذاك النهار ودابا قد ما انت شويش وقفه نوض وتوكل على الله وما بقاتش في السن. راه نقول لكم واحد الحاجه، كاينه شي وحده تبدا عندها 16 عام في الخدمه توصل كدا 20 عام جبرة صافي عيات صافي، يعني تسطر عليها جوج سطور ما تقدرش تزيد. كاينه وحده اللي تبدا في 30 توصل كدا 40 صافي عيات، كاينه الوحده اللي تبدا في 40 توصل ل 50 تعيا. اذا قبل ما تعيا فكر انك تعمل شي حاجه اللي غيوصل داك الوقت اللي تعيا فيه تجبرك انتينا مرتاحه اكثر وما تندمشي حيتاش دخلتي في هذا الدومين، اولا ما تندمشي على حياتك اللي مشات وما عملتي حتى شي حاجه. ودابا نخليكم، كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو ديال اليوم، ما عرفتش شنو جاني باش عملت لكم هذا الفيديو، لكن جاوني بزاف ديال التعليق ديال الناس وحسيت بانني خصني نعمل لكم هذا الفيديو هذا. نقول لكم ما تبقاوش في الموضع ديالكم، حاولوا انكم تتقدموا للقدام، حاولوا انكم تخدموا على راسكم، فكروا في الطريقه اللي تقدروا تدخلوا فيها الفلوس والطريقه اللي تقدر توصلكم، راه اكيد كاينه تما الطريقه، خصوصا حيت الرزاق هو الله والمصدر الحقيقي اللي كيعطينا اي حاجه هو الله، وربي دائما يقدر يعطيك بزاف ديال الحاجات، لكن المشكل فيك انتينا حيت انتينا ما كتفتحش عينك باش تشوف هذا الرزق وهاد الحاجات اللي ربي مصيفطهم لك في حياتك، لكن انتينا ما كتشوفهمش. وكنقول اي وحده باديه مشروع ديالها حاليا مبروك عليك والله يوفقك، وخا دابا كاينه كورونا وهاد المشاكل كامله اللي كاينه وهاد الازمه، لكن خليك متمسكه وما تطيحش، وخا ما تربحش في الاول مره لكن خليك قويه وشبر مزيان في راسك وفي صحتك وفي المشروع ديالك وفي الحاجه اللي انتي غتعملها، واصبر اصبر اصبر. وشكرا مره اخرى على حسن المتابعه، وباي باي مع السلامه الى فيديو جديد.